ما قلت هي رقيقة جدا جدا، لكن كمان هي قوية جدا جدا جدا. هي ضيفتي النهاردة الفنانة والنجمة حورية فرغلي، ربنا يخليك مشرفاني ومنوراني، ولقاء اتأخر كتير يا الحقيقة حياتي سنتين، بس سنتين. انا مش ممكن يعني اقول لك ميرسي قد ايه، اشكرك انك وانا في امريكا كنت بتكلميني وكنت بتسالي عليا، ودي ام سي كانت دايما عايزه تعرف اخباري، فانا بقول لك ميرسي قوي 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 وعمري ما هنساها لك ابدا. حبيبتي يا حورية، طمنيني عليكي بس الأول، لأنه الناس كلها بتسأل، هي لسه تعبانة، طب هي في أمريكا، طب هي رجعت. ف انا ممكن اعمل كيك بوكسنج دلوقتي مع اي حد. لا انا زي الفل الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، ما فيهاش اي حاجه، زي الفل، جسمي يعني صحتي الحمد كويسه، لله. العمليه ماشيه كويس، يعني احسن بكتير من ال7 سنين اللي فاتوا الحمد لما لله. اتكلمت معاكي يمكن اخر مره تقريبا من سنتين، لا يعني انا لحظه من ساعه ما دخلتي وبتهرجي وبتضحكي ونفسيتك الحمد لله، يعني ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. بس من سنتين لا، كنت كان لسه في حاجات من سنتين انا طبيه كنت عايزه اموت، ما كنتش عايزه اعيش، بجد. لان ما خلاص في كورونا والدكتور اللي ممكن يعالجني في امريكا والسفاره مقفوله وانا مناخيري مش مناخير اصلا، فمش عارفه ابص في مرايه ومش عارفه استطعم الاكل ومش عارفه اشم اي ريحه، فكان بالنسبه لي ايه الفرق بين العيشه والموت. فلما الحمد لله يا رب جات لي الفيزا وسافرت وعملت العمليه، طبعا عشان اعملها قعدت 4 شهور. لما جيت كان في طبعا وقت عشان لازم تعرف بتنفخي شويه بعد بعد العمليات، الأدوية كمان. بعد الادويه وكده بس، وبعد كده الحمد لله بقيت كويسه و everything is fine. كنتي بتقولي ساعتها ما بتعرفي تشمي، دلوقتي بتشمي دلوقتي انا ده بتدوقي. ممكن اقول لك اي، حطي لي اي برفان اقول لك هي ايه، اي اكله انا اقول لك هي ايه. وخلاص كده مش هتعملي حاجة تاني. لا هو المفروض اعمل حاجه واحده بس يعني دي يعني مش مهمه قوي يعني، لا يعني مش اللي هو بس الفتحات تبقى قد بعض بالظبط، بس دي ممكن تتعمل في اي وقت يعني، يعني مش ريحي حاجه بقى شوية مهمه. من العمليات، ارتاح شويه بريك من بقى. اوضه العمليات. عملتي كام عملية في الفترة اللي فاتت؟ 27 عمليه تقريبا، في قد ايه؟ 27 عملية؟ 8 سنين كتير. كتير. انتي محتاجة شوية راحة، بعدين انا شايفاكي زي الفل ربنا يخليكي زي بجد، الفل، ربنا يعني ما شاء الله، يخليك برضو يا مش رب عايزين نحسد. وانتي شفتي وانتي داخلة كم الناس اللي استقبلوكي، يا ف حبيبتي ربنا يخليكي زي ميرسي الفل وكده، حلو قوي يا قوي قوي روحي قوي. ميرسي. انتي اهم حاجة راضية عن نفسك، راضية عن الحياة، بصي كله انا في تمام. الاول كنت انفه قوي عشان عارفه لما كنت ملكه جمال مصر وكده وانا عندي 25 سنه، ده من زمان قوي، بس يعني عشان انتي واخده اللقب ده فدايما بتقعدي تبصي لكل حته في وشك وفي جسمك ومش عارفه ايه. عايزة perfection على الكمال. دايما حتى ايام وانا ريلي ريلي داون يعني، ساعتها برضو مش عايزه ابص في المرايه بس يعني ممكن اعمل كده بس اشوف اي حاجه. مش عارفه ايه اللي حصل السنتين اللي فاتوا دول، اخدت ثقه في نفسي غريبه وبقيت اقول اللهم لك الحمد والشكر يا رب على اللي انا فيه، واللي مش عاجبه اي حاجه فيا بص الناحية التانية ما تبصليش، بس انا زي ما انا مبسوطة مبسوطة بنفسي جدا. اللي انت بتقوليه ده مهم جدا جدا، لانه في ناس كتير ما بيبقوش طول الوقت راضيين عن نفسهم، وطول الوقت عايزين الافضل والافضل والافضل، لكن هي فكره الرضا ان انت تبقي راضيه بكل حاجه. بالظبط بالظبط، واكيد يعني اكيد يعني كل فولة وليها كيال. انا بقول مثلا انا كبنت مثلا لو في يوم من الايام انا هيحصل لي نصيب وهرتبط، اكيد اكيد الانسان ده هيحب حورية بطريقتها. اصل انا كمان بالنسبه لي الجمال ده لو انتي قمره او زي القمر، انا بعد مثلا 10 دقايق واقعد خلاص. اتفرج عليكي انا خلاص انتي في عينيا بقيتي عاديه. مظبوط، انما ولو عجزتي خلاص عادية الجمال راح، أكتر وأكتر. انما روحك الحلوه دمك الخفيف قعدتك اللذيذه هي دي اللي هتفضل موجودة على طول. برافو عليكي، ده أنا بقول كده وده الصح. انتي بتقولي كده وده الصح. فكرة كمان انه جمال نسبي، يعني في بالظبط. حد ممكن يشوف حد حلو قوي، حد تاني بيحب بشكل تاني بطريقة تانية. بس انا فاهمة ان انتي كنتي ملكة جمال، فموضوع الجمال شوية كان كان شوية واخدني، أيوه كان يعني كنت واخدة نفسي لو عارفة أي حاجة بقى في زي ادور على اي حاجه غلط، بس دلوقتي لا، دلوقتي الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر على شكلي وعلى مناخيري وعلى اي حاجه ربنا عملها فيا،
انا راضيه كل الرضا زي الحمد الفل. لله. دايما الواحد لما بيعدي بتجربه صعبه، لان انا جايه من نفس المكان برضه انا جايه معاكي ويلكم تو ذا كلوب. من التجارب اللي هي تجارب الدنيا بتدوس عليكي كده فجاه والدنيا كلها تتحول والواحد يمر بتجربه المرض وكده، بتطلعي كده بشويه حكم، مش حكم، مش هنتفلسف يعني، بس بتطلعي كده بشويه حاجات كده مش هتعمليها تاني او حاجات ناويه تعمليها بقى ما كنتيش بتعمليها. انتي التجربه اللي فاتت دي طلعتي منها بايه؟ بصي انا طبعا طلعت من التجربه دي متلخبطه شويه ودخلت في حتت، يعني جالي اكتئاب تقريبا، وكنت حاسه ان انا جوه كوره سودا وعماله ادور على اي لايت، عايزه ادور على اي حاجه. فحاولت ان انا اتقرب من ربنا، ويعني اصلي اقرا قران، بس حاسه ان في حاجه تقيلة. في حاجه شداني، في حاجه مش طبيعيه. بس الحمد لله دلوقتي، خصوصا الكام يوم اللي فاتوا دول، كان عندي ديسكشن مع اخويا، واخويا هو نقاش يعني نتناقش. حبيبي. يعني اي بصي، هو كل حاجه بيقولها وهو معاه حق. ده أخوكي كبير ولا اخويا صغير؟ لا، انا عندي اخويا كبير. الكبير. أوكي. كل حاجه بيقولها انا عارفه انها صح، بس انا عشان انا عارفه انها صح وهو بيفضل يقولها انا بعمل. انت عنيدة اصلا. ما بحبش حد يقول لي اعملي اعملي اعملي، لو قلت لي اعملي 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 اعند، لكن لو سبتيني كده ومع لما اعمل، يعني انت فاهمه. فهو هيز ماي بيست فريند. ف يعني حصل موقف بيني وبينه قريب، احنا قربنا من بعض قوي اخر كام شهر، وبصراحة يعني أنا عملت حاجات مش ظريفة معاه، فبقول له I'm sorry، يا رب يا رب يسامحني ونرجع صحاب تاني. وعايزة أقول له إنه وحشني جدا، وأنا طيارة على فكرة. ايه ده، انتوا لسه متخانقين؟ إحنا لسه متخانقين. اسمه ايه اخوكي؟ اسمه محمد فرغالي. يا محمد ارجوك، يعني ده هي بليز، بتوجه لك اعتذار على الهوا، يا فاعتقد هو ريت، اول ما ما يسمع مش خلاص. عارفة أعمل إيه أكتر من كده. لا كلميه يعني، اكيد هيسمعك. سوري 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 انت سوري غلطتي والله غلطه كبيره شكلك. سوري. لا لا، هو بس في بخاف اتكلم معاه عشان هو ساعات بيتعصب قوي، فانا لما حد بيتعصب قوي قدامي بخاف اتكلم. بقالكوا قد ايه مش بتتكلموا؟ انا اسبوع كده لا كتير تعدي ان شاء الله، كتير بسيطة. لا اسبوع ان شاء بسيطة الله بسيطة. بسيطة. وانتوا مالكوش غير بعض، انتي ما عندكيش غير لا انا اخوكي. عندي اخت اسمها مريم من بابي، واخ من بابي برضو اسمه اسماعيل، وعندي نسرين اختي من ماميس. لكن اخوكي احمد، محمد محمد اسوأ، هو لا، هم الشقيق. احنا شو احنا حتى شبه بعض خالص. وصحابك، صحاب فين؟ لا انا الحقيقه يعني الناس الوحيده اللي بتكلمني في التليفون رانيا محمود ياسين، رغم ان انا رانيا عايز اقولك ان انا مثلا دخلت بيتها 3 4 مرات وهي دخلته مثلا مرتين، لكن في تليفونات يوميه 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 يوميه. مدام صفيه العمري بكلمها، طبعا استاذ كبير رشوان توفيق، لان انا جدتي تبقى خالته فبسال عليه على طول. بحاول اكلم كل الناس اللي هم، مدام نبيلة عبيد بحاول اكلمها اطمن عليها. استاذ اشرف زكي عايزه اقول له الف الف مبروك على الانتخابات، الحمد لله ان هو يعني بقى نقيب نجح. تاني. فاي دولت في الوسط الفني، لكن بعيد عن الوسط الفني عندك مثلا اصحاب من زمان؟ ما لا، عندكيش عشان اصحاب كنت عايشه مدرسه، طول اصحاب عشان جامعه؟ كنت طول عمري عايشه بره، وانا بره كان عندي واحده فرنساويه كانت انتمتي باسكال، دي راحت بعد الثوره راحت فرنسا. كان عندي سيلفيا راحت اكوادور. ففي كل اصحابي اللي انا اتربيت معاهم وانا صغيره، كل واحد راح لحاله بقى. في بلد. كل واحد راح في ووقت الأزمة عندك كان حد بيحاول يتواصل معاكي، بيسألوا عليكي؟ كان بصراحة مش ممكن أنسى أبدا مدام لطيفة كلمتني من دبي، مدام مادلين طبر، مدام نبيلة عبيد، مدام صفية العمري الجميلة فظيعة، مدام سوسن بدر، إلهام شاهين، أمير شاهين، خالد فضة،
يعني ناس، يعني الناس اللي كلموني انا لا يمكن انساهم ابدا، ومش قادره اصدق ان هم اصلا فكروا يدوروا على نمرتي ويسالوا عليا. دي كانت بالنسبه كل لي الناس كانت حاجه بتسال كبيره. عليك يا حوريه والله. يعني انا ربنا فاكره يخليك. من سنتين اول ما يعني الناس ما كانتش عارفه ايه الوضع عندك وكده، لما طلعتي واتكلمتي سواء هنا او حتى اصل هما افتكروا اتكلمتي. تجميل، اصل هعمل تجميل ليه؟ كنت لسه كاسبه ملكه جمال مصر، هبوظها؟ مش هينفع ابوظها. انتي كانت حادثه كان انا خيل، فروسيه، فروسيه وما زلت لغايه دلوقتي انا عضو بتلعبي اتحاد، ولا لغايه دلوقتي انا بتركبي عضو خيل؟ اتحاد مصر الفروسيه، عضو اتحاد. انا ممكن اركب بس مش ممكن اشارك، لان احنا كنا بننط 160 وبننط جراند بريز وهاي وولز والحاجات دي. فدلوقتي عشان انا لما الحصان وقع فوقيا وكسرت مناخيري وظهر وجالي ديسك، فالدكتور قال لي لو وقعتي غلط تاني لا خلاص بقى دي بقى بلاش، ما خلاص كفايه بيقاش. كده. يعني لو فبقيته كده من بعيد هتركبي لبعيد خيل كده، كده تفاريح لا اركب تسالي. شويه، نتمشى تراد كانتر اند ست. لكن وعايزه البطولات اقول لا. لك ان كمان اتقربت قوي من احمد السقا في الفروسيه، يعني قابلته في كان في بطوله دوليه والحمد لله مصر اتاهلت لكاس العالم، وكان الاستاذ هشام حطب موجود، وكان وزير الشباب والرياضه كان موجود، والسقا كان موجود. وعايز اقول لك ان السقا بيشتري خيل حلوه جدا وعنده فارس هايل، هو يعني يا مجنون رب ان شاء الله في ايام نوصل بالخيل. للاولمبيكس باذن الله. طيب بعد بقى ما رجعتي، انت قلتي رجعتي بقى لك قد ايه دلوقتي؟ خلاص يعني في مصر بقى سنتين. لك سنتين، اشتغلتي خلال السنتين دول؟ عملت مسلسل واحد اسمه ايام، وكان على شاهد بس ما عملتش حاجه، ما حدش طلبني في حاجه تانية. يمكن عشان ناس كتير مش عارفه ان انت متاحه، ان انت موجوده، ان انت عايزه تشتغلي. انا بشوف لك بعض الاشتباكات بس ما ببقاش عارفه انت ولا حد بيتكلم باسمك. بعض الاشتباكات كده على السوشيال ميديا، في ناس بص بيضايقوكي بتردي. الصفحة بتاعتي الرئيسية دي أنا مش ماسكاها، أنا مش ماسكاها، اللي ماسكها مش أنا، وأنا دلوقتي بحاول أخدها من الناس اللي ماسكينها، علشان اللي فيها ده مش أنا، أنا حتى مش أدمن فيها. فأي حاجة على الصفحة دي اللي فيها 6 مليون دي أنا ما أعرفش أدخلها. بجد؟ والله فعندي مشكلة في الحكاية دي، فأول ما إن شاء الله يعني أخدها تاني الناس هتعرف على طول إن دي حرية ولا لأ. لكن الصفحة اللي موجودة حاليا الحرية فرغلي واي ست تصريحات بتتكتب او اي حاجه ده مش بتتكتب، ده أنا. مش انتي. لا لا ده مش أنا، ده مش أنا خالص. انتي قلت لازم الكلام ده تراجعي كذا على طول مرة، لان ده وعملت بيعمل تيك توك مشكله. قبل كده وقلت كده كذا مرة. يعني مرة حد كتب لي عليها، ولا ما اعرفش مين كتب، حاطين لي صورتي وانا ملكه جمال مصر وانا عندي 25 سنه، وكاتبين تحتها ليت الشباب يعود يوما، وكنت هموت. ايه اللي ايه انت ده، هما كاتبه؟ اللي الصفحة هي اللي ايوه كاتبة كده؟ ايوه ايوه معقوله انا هعمل كده؟ لا هكتب منتهى كده في السخافة نفسي صراحة يعني. يعني؟ فطبعا عايزه صفحاتي، انا مش مبسوطه بالحاجات اللي بتتكتب بس. فبنحاول بقى، يعني انا بحاول جاهدة، وان شاء الله قريب ان شاء الله. كنتي بتشتكي فترة من فكرة انه في بعض الناس ممكن تبقى لسه بتضايقك على السوشيال ميديا، او حد يكتب حاجة ممكن خلاص تضايقك، عارفة بقى بتردي ولا الواحد مش بتردي؟ ما بقيتش ارد. لا خالص، برافو انا عليكي. بقيت عاملة زي الفيل، very thick skin، يعني خلاص اللي عاجبه على كده عاجبه، اللي مش عاجبه يبص الناحية التانية، ما يسمعنيش، ما يعملنيش، خلاص حاسة ما يحبنيش، ما ما يشوفنيش، ما يهمنيش يعرفنيش. وخلاص بقى. لان قعدت 8 سنين قاعده خايفه ان انا ده يشوفني وحش، ده مش عارفه ايه ده. لا 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 بقى انا هنا بقى كده، يا تاخدني كده يا ما تاخدنيش خالص. الحياة بقى عاملة معاكي ايه؟ يعني انا بس عايزة اتوقف، واحنا لما زعنا الفيديو الاولاني واحنا راجعين على الهوا، فقلتي لي على مشهد كان ايه، حكاية بنات. في حكايه بنات لما على كنت فكرة ماسكه المسلسل ده البيبي، كان حلو قوي قوي. المشهد ده احكي لك حكايته. انا كان عندي مشاكل في الرحم، فروحت للدكتور، فالدكتور قال لي انا عايزه اشيلك رحم. فانا طبعا قلت له طب زعلت وعيطت وقلت هفكر في الموضوع. بعد يومين كان المشهد ده موجود في السيناريو، اللي هو مشهد المفروض ان المشهد هي اللي كمان. ان انا قاعده مستنيه صاحبتي تولد، فهي بتولد فبتديني البيبي، ده ما كانش موجود في السيناريو. فلقيت المخرج قال لي هتمسك بيبي، فعلا كان لسه عنده شهر، سوري يومين ثلاثه حاجه، اول حقيقي يعني. وفعلا اول مره في حياتي امسك بيبي.
فلما مسكتني البيبي فلقيت المخرج بيقول لي حورية ارتجلي لمدة 10 دقايق. قلت له نعم، ارتجل اقول ايه 10 دقايق مع البيبي؟ ف زي ما تقولي نسيت انا فين وفي اي حته، وكل اللي في دماغي كلام الدكتور اللي قاله. فابتديت اتكلم مع البيبي على انه واحده صاحبتي، لان كمان انا في المسلسل انا اتطلقت لاني ما بخلفش برضه. فالاتنين يعني جم في حته حساسه قوي. ففضلت اتكلم معاها، ما اعرفش الكلام طلع ازاي، لدرجه ان انا لما قلت انا هسميكي انت زي القمر، انت لذيذه انت زي القمر، انا هسميكي حوريه. فالمخرج يعني سقف خلى اسمه حوريه، رغم ان انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي، بس كان مشهد من قلبي بجد، يعني ما كنتش بمثل خالص، بس كان شعور جميل يعني. طيب تاني، مين اصحابك دلوقتي؟ مين اللي حواليكي بعيدا حتى عن الوسط الفني؟ بتقضي يومك ازاي؟ انا بعد شويه هنذيع شويه كده صور صورناها معاكي النهارده. يومك عامل ازاي؟ ماشي ازاي؟ بتعملي ايه؟ والله ولا حاجه، بنام بدري، بصلي، بقرا قران، بلف التراك، انا ساكنه قدام نادي الجزيره، بلف التراك، بشوف ايه الاخبار الجديده على اليوتيوب. ومش عارفه ليه واخدني قوي حكايه الكرايمز، الجرائم اللي بتحصل اليومين دول، زي البنت اللي اسمها نورهان دي، زي الدكتور اللي اتقتل ده، يعني في حاجات غريبه بقت تحصل كده. فكل حد بيقول حاجه، فما اعرفش ليه انا بقى انترستد اني اعرف ايه اللي بيحصل. بسمع مزيكا، بعشق المزيكا، بعشقها. تحبي تسمعي مين؟ بصي يعني انا يعني انا اجنبيه شويه، انا بعشق سيلين ديون، بعشقها. طبعا وبعشق طبعا شيرين، بموت في شيرين وإليسا وحماقي، جورج مايكل. بحب كل الناينتيز، عارفه اغاني الناينتيز، التسعينات. التسعينات، اغاني التسعينات عربي وانجليش، بحب اسمعهم قوي. وعندي كلب انا عايزه مطلع اشوف، عيني، انا عرفت موضوع الكلب مطلع اسمه عيني. ايه. كوكو 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 اسمه كوكو كوكو. هو ما بيعملش حاجه غير انه بيهوهو بس. نوع ايه كلب؟ هو كان المفروض تشواوا، بس هو ما طلع مش تشواوا الحقيقه. ومحمد اخويا اللي جابولي على فكره، بس هو يقول لي حريه شكله مش تشواوا، اقول له انا كمان بتقالي شكله مش تشواوا. بتقالي ده مسليكي يعني؟ مسليني، مسليني فرد طبعا. مهم في البيت طبعا طبعا طبعا. وبعدين مامي، في لازم كل يوم اكلم مامي واسال على بابي، ونقعد نتكلم على الفيس تايم. وخصوصا بابي بقى بينرفزني، عشان الفيس كل ما بشوفه على الفيس تايم، انتي ما رفيعه، انتي لازم تتخني لك 2 3 كيلو، انتي مش عارفه ايه. انتي بتحبي الاكل عموما؟ لا بتعرفي تطبخي؟ طيب انا بعرف اطبخ، بس ما باكلش اللي بطبخه. بعرف اعمل ملوخيه، بعرف اعمل حمام سوري، بعرف اعمل شرب ملوخيه بشوربه الحمام. لا دي حاجات صعبه دي. حاجات صعبه. طب برافو عليكي. بعرف اعمل مكرونه تشيز، فول بالطماطم، حاجات مش بس كتيره ما قوي يعني. بتاكليش، مش اكيله يعني لا مش اكلت طول الحاجات عمرك؟ دي، مش اكيله ولا ده بس الفتره الاخيره؟ لا طول عمري، عشان كده، عشان كنت عايشه بره، في اكلي كله سالد، سوشي، مش كده يعني. بس ماليش في المحاشي بقى والحاجات دي، ماليش فيها قوي، يمكن عشان ما اتعودتش عليها، ما اعرفش. واحسن برضو على فكره، لانه عشان تقدري تحافظي، وانتي كمان كنت جايه من خلفيه موديل فروسية، وكمان وملكه فروسية. جمال وكده، فلازم طول الوقت. بس خالي، بس يعني ما بقولش لا، ممكن اخد، ما اكسبش حد يعني، ممكن اخد حتة يعني. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنرجع نتكلم تاني، مش بس عن اللي فات بقى، كمان هنتكلم على اللي جاي، وانتي عايزه تعملي ايه، ومنتظره ايه ان شاء الله الفتره الجايه بعد الفاصل. إن
النجمه الفنانه الجميله حوريه فرغلي اللي معايا النهارده في البرنامج، والتاني هنقعد ناكد ونقول حوريه زي الفل ورجعت وزي القمر وكل حاجه تمام وجاهزه ان هي تنزل وتشتغل. واعتقد ان انت بتحبي ان الناس لما تشوفك ما حدش يسالك بقى على اي حاجه فيها تعب او مرض او كده. انت النجمه الحلوه اللذيذه الرقيقه، وبعدين انت رايقه قوي يا حوريه، انت عامله ازاي في الحياه اصلا؟ خليك يا رب بجد انت على طول كده يعني بجد رقيقه جدا جدا. مش عارفه انت عامله ايه في الزمن ده، مش عارفه عامله ايه في الحياه. انا مش عارفه بس قدام الكاميرا بتحول، ما اعرفش بتحول ازاي. يعني انا بشوف لك لما كنا بنذيع كمان بعض المشاهد ان انت بقى بتزعقي وبتصوتي مش مصدقه انه ده يطلع منك والله بحاول اذاكر الدور على قد ما اقدر علشان الناس تصدقه. الحمد لله انا بعرف اعمل الحكايه دي. انت كنتي مره كلمتي على ساحره الجنوب وقلتي حاجه على يعني قلتي ان حصلت لك مشاكل او في حاجه حصلت بعد. لا معرفش، حسيت ابتدت مشاكل تحصل بعد ساحره الجنوب، فانا مش عارفه هل مثلا انا عملت حاجه غلط او قلت حاجه غلط في ساحره الجنوب. رغم ان انا عايز اقول لك على حاجه، انا حلم حياتي ثلاث حاجات اعملهم دلوقتي وبعد كده ممكن ابطل تمثيل خالص، ان انا اعمل جزء ثالث لساحره الجنوب، لان الجزء مكتوب ومكتوب حلو جدا. ده معلش من غير ما اقطع، ده كان شكلك في ده كان الشكل صح؟ دي كانت الشخصيه في ساحره الجنوب؟ ايوه دي، بس دي قبل العمليه، قبل كسر العمليه، قبل ما تتعبي. قبل ما اتعب. اوكي. انت كنت عامله شريره بس مش شريره قوي يعني، عادي متقيله بس شويه الحواجب. بتتلبس بجن وخلاص. ايه ملبوسه يا سا. هي كانت اصلا انا ما شفتش، هي كانت لا حول الله، ده ايه ده؟ دي كانت لينسز ابيض ولا ده مكياج؟ لا كانت جرافيك. 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 ده كان شخصيتك طول المسلسل؟ دي لينسز ودم. دم. وانتي عملتي الشخصيه دي، بس انا عارفه عنك ان انتي بتخافي صح كده؟ لا ما بخافش خالص. مش بتخافي خالص، فعادي كان بالنسبه لك الشخصيه عملتيها بقلب جامد. بحب قوي اعمل الادوار دي جدا، بحب الافلام دي جدا. ايه ده؟ لا بس استني هنا، انتي مش بتخافي؟ المعلومه اللي عندي مش بتخافي من الحاجات دي والضلمه ولا طب بتصدقي في الحاجات دي؟ طب الاول بس مش بخاف، يعني مش بخاف خالص. تمام. فحلمي ان انا اعمل الجزء الثالث. مش عارفه، وحشني اكرم فريد المخرج، الفن كان فن قوي واحنا بنصوره، ياسر مدام الله يرحمها، يعني الناس كلها اللي كانت في المسلسل كان جميل قوي في تصويره، وكلنا كنا اصحاب، ويمكن عشان كده كان طالع على الشاشه. امال ليه قلتي بعدين حصل لك مشاكل؟ لانه بعد ما خلصته بقيت اتعب، ما بقيتش عارفه انا بتعب من ايه. بس بعد كده عرفت بقى موضوع العمل بقى اللي طلع لي ده. ايه ده؟ جالي لقيت العمل في البيت، لقيت عندي عمل في البيت ومكتوب فيه حوريه بنت نادي تصب الشلل وتصب المرض وتصبح طريحه الفراش ويقف جوازها وخلفتها ورزقها. لا لا استني بقى كده. انت اول مره تسمعي الحكايه دي؟ دي مصر كلها عرفت الحكايه دي. لا انا ما اعرفش والله، ما اعرفش. لا حاجه لقيتيها بعد ما تعبتي؟ لقيتها في البيت. لقيتيها فين في البيت؟ في زرعه، في زرعيه. ورقه؟ مدفونه في زرعه. حاجه. ورقه. مدفونه بسوليتاب كده. فبشوفه، اصلا عارفه لما تبقي تعبانه من غير سبب، مش قادره تقومي، وبقيت 49 كيلو، ومش قادره اكل. في حاجه. طب وانت لقيتيها بالصدفه؟ انا قاعده بعمل كده عادي، ف لقيت بتاعي بعمل كده بشيل، لقيت ورقه زبده مكتوب عليها حوريه بنت ناديه تصاب بالمرض وتصبح طريحه الفراش ويوقف جوازها ورزقها وخلفتها وشعر، حته من شعري. حته من شعرك في الورقه؟ بس مين اللي دخل بيتك ده؟ لازم يكون حد من الناس اللي بتدخل بيتك صح؟ ما انا مش عارفه مين بيدخل بيتك. ما انا كنت طول الوقت بصور، ناس كتير بتدخل بيتي، في كان عندي شغالين، ما اعرفش اقول مين، يعني ما اعرفش اقول مين، بس يعني انا قلت يمكن من يعني، بس ده حصل بعد ساحره الجنوب. وبعد كده ثانيه الموضوع لقيتيه وطلعتي الورقه دي؟ وفكيت وكل حقوق رحتي بجد؟ مامتي ساعدتني وفكناه وبقيت احسن وصحتي بقت احسن. وبغض النظر عن بغض النظر عن ده يعني عن صحه هل في اعمال او لا برضو، لان دي قضيه تانية خالص وانا مش مقتنعه بيها، لكن
هي فكره انه في حد قرر ياذيكي، يعني هو ده هو ده اللي هو مش قرر ياذيني، هو قرر يموتني. هو لا ان هو عنده النيه وراح عمل حاجات كلها فيها كفر بين علشان يتمنى لك مرض. انت عملتي حاجه لمين؟ عملتي حاجه لحد؟ ده انا ما عملتش حاجه خالص. اسالي الناس والله والله العظيم ما عملت حاجه خالص. بس بعد كده بقى ابتدينا بقى في مناخي، موضوع مناخيري بقى، موضوع المشكله بقى وكده. فكان نفسي قوي 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 ان يعني ام بي سي لو هتعمل الجزء الثالث يا ريت نعمله، لو مش هتعمله يا ريت تدي يعني تتنازل عنه لاي شركه انتاج نعمله، لان انت سماح نفسك الحريري كانت تعملي بعد بقى اللي حلوه انت قوي. لقيتيه نفسك تعملي، يعني بعد اللي انت لقيتيه يعني في الزرع ماليش دعوه حباه بصراحه. معلش حاجه بس خليني اقول حاجه، لما الواحد بيكتشف ان في حد ممكن يبقى في فتره من الفترات فكر ونفذ ان هو ياذيه بغض النظر عن الاذيه دي بتوصل ولا لا، انت ما قعدتيش تفكري مع نفسك هو مين؟ يعني دي اكتر حاجه ممكن تبقى شاغله اي حد. انا قلت حسبي الله ونعم الوكيل، بس لاني ما ما مش فكرتيش عارفه، مين؟ ما لاني ما اقدرش دورتيش اظلم مين؟ حد. لا ما اعرفش ما مين. كانش عندك حتى مثلا مجرد لا 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 ما خدتش، لا ابدا خالص، ولا فكرت في ما حد عندكيش اعداء طول حياتك، حد بيكرهك، عمري. حد كنت مرتبطه بيه وسبتيه؟ انا لو كنت مرتبطه بيه مات، مش مات؟ فمش مش موجود، ما عنديش حد يعمل فيا كده. بس ونفسي اعمل الاميره ذات الهمه، ونفسي اعمل حتشبسوت، الثلاث ادوار دول نفسي اعملهم وبعد كده اقعد في البيت. وحتشبسوت اعتقد دور زي ده، يعني انت عندك انا ملامح مصريه منحوته، ف مش يعني بقى حموته، شخصيه فيها دراما كتير قوي، والاميره ذات الهمه فيها دراما كتير قوي. بس المشكله انها ما هتبقى مكلفه. وساحره الجنوب نفسي 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 الناس تشوفها، بس بطريقه مختلفه بقى، الجزء تالت. ان بس شاء الله يا رب تعمليها يعني ان شاء يعملوها الله. يا رب. طب قولي لي، بيقولوا لي بتخافي من الحسد فعلا؟ انا انت ما بتخافيش من الحاجات اللي هي فيها السحر انا طبعا بخاف من الحسد، بس يعني اي حاجه على بتصدقي طول بقول طيب الله اللي انت اكبر الله اكبر الله اكبر بقول. انت عارفه الواحد لما انه بيحصل بيأثر له فيا بسرعه، يعني بيقول لك رجلي انا ما فيهاش حاجه خالص، انا عندها رجلك حلوه خراج قد كده، يا ساتر. طلع امتى زمان ما تفهميش. طب وبتعملي ايه بقى علشان يعني لو حد قال لك في كلمه بقى حلوه انك او تصلي وتقري الورد بتاعك كل يوم، وان انت تحاولي ان انت يعني تقري القران وتتقربي من ربنا، وسوره البقره كل يعني اسبوع تحطيها، وتقري الكهف يوم الجمعه، يعني بتحاولي تحصني نفسك باي طريقه، لان بصراحه انا حاسه لا ان انت المفروض الحسد بقى تحصني ياثر. نفسك انت، انا لو منك يعني لا لازم حاجات كتير جدا، يعني علشان واضح انه في، لو حد عمل كده واضح ان في نفوس مش حلوه بس انا مش عارفه حواليكي. ليه انا، اما هو ده، انا عماله افكر على فكره مش مركزه معاكي، انا ليه عماله انا، افكر انت في ليه. شايفه حاجه فيا لا خالص مختلفه؟ والله، انا شايفه ان انت بنت طيبه مش عارفه ورقيقه، ليه خليك. الا بقى لو كان في حاجه انا ما اعرفهاش. لا والله العظيم ما بس ما بعرف. اعتقدش، ودايما الحاجات دي بتبقى يا اما من قرايب مش كويسين، واعتقد انت كل اللي حواليكي يعني، انا قريب يا اما بتبقى يعني علاقات سابقه فاشله فبيبقى في طرف، علاقات لا علاقه سابقه فاشله ما هي فحد ماتت، بيبقى عايز العلاقة دي ماتت. فانت في حالتك ده شيء غير مفهوم صراحه. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، هو الناس المؤذيه مش لازم يكون عندها سبب. صح. يعني احنا في فتره من الفترات كنا بنشوف بعض الناس اللي بتعمل زي الاعمال والحاجات دي في المقابر، برضو تاني انا مش مقتنعه ان ده بيأذي، لان في ربنا بيتحكم في الدنيا، لكن بقول انه اللي عمل كده ده عمل مجهود عشان يأذيكي، يعني هو اخد ومقتنع ان ده هيأذيكي. ايمان بنشوف حاجات انتي لاطفال. مش ملاحظه يا ايمان ان احنا، معلش انا ملاحظه الحكايه دي بعد الكورونا. انا لاحظت ان البشر بقوا ينزلوا ويسوقوا في الزحمه، ويطلع عينهم وبتاع عشان يروحوا يؤذوا حد، يعني يعملوا كل ده عشان يؤذوا حد. الناس بقت عايزه تاذي باي طريقه، ما بالكلام بقى، بالتوقيع بقى، بالتنمر بقى. يعني ليه؟ انا حاسه ان انا، انت مش حاسه ان في ناس كتيره قوي بقت عايزه تاذي الناس بس، او تتكلم عليهم وحش بس، او هل ده كورونا السبب؟ كورونا خلت الناس كده؟ يعني وقت الكورونا الناس قعدت مع نفسها وقت طويل تقريبا، وده كان واضح انه شيء مش كويس، وكان في حالات من الزهق، فكانت الكتابات اكتر على السوشيال ميديا، الانتقادات اكتر، حالات التنمر، لانه قاعدين فاضيين يا حبيبي، فبنكتب بنأذي الناس اكتر. بس عايزه اقول لك طول ما يعني طول الوقت في ده، يعني انت هتلاقي ناس ممكن يتنمروا عليكي حتى لو ما فيكيش اي حاجه، حتى لو انت اجمل
حد في الكوكب كله، وهتلاقي ناس برضو طيبه. انا حاطين صورتي وصوره ابو الهول وبيقولوا ما الفرق، وانا فخوره جدا ان انا بقيت شبه ابو الهول. وحلو ان انت واخده ده ابو الهول بقى. وعايزه اقول لك الناس دي لما هتشوفك في الشارع هتجري عشان تتصور معاك. وحبيبتي والله العظيم انا بشوفهم بيجروا في الشارع وبحبهم كلهم وما عنديش مشكله خالص. اكيد يعني بصي لولا اختلاف الاذواق لبره السلع يعني صحيح. اكيد مش هبقى انا في نظرك احلى واحده، اكيد الناس هتشوفني اوحش واحده، وانا ما عنديش مشكله، ما حاجه ما تزعلنيش يعني. بس لما حد بيقابلني وبيعرفني على طول انا ببسط. ايه ده انتوا لسه عارفيني؟ انا مش حاطه ميك اب، انا لابسه كاب وبتاع، بيعرفوني وبيسمعوكي كلام حلو، بيسمعوني كلام. فالاهم الكلام اللي انت بتسمعيه من الناس لما اهم تكوني الناس، وجها اهم لوجه. الكلام بيقولوه بيقعدوا يدعوا بصراحه. الله والله العظيم جمال 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 قوي 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 قوي. ده حب الحمد لله يا رب ان انت يعني مخلي الناس تحبني يا رب، لك الحمد. الناس كلها بتحبك والناس كلها كانت بتدعي لك. انا قلت لك كان لما اتكلمنا معاكي يمكن سنتين في عز الازمه عايز كان بيجي لي الأزمة تليفونات انا شخصيا من ناس اعرفها وناس ما اعرفهاش، اللي عايز عنوان بيتك عايز يروح لك. فيا جماعه استهدوا بالله، يا ربنا هتروحوا يخليك لها يا البيت حبيبي، ازاي؟ حد عايز يكلمك في التليفون، امهات عايز تعمل لك اكل، يعني الناس كانت عايزه تدلعك. ربنا يخليك. وده اكيد نفع كتير جدا جدا. انا عارفه كويس ان طبعا حب الناس والدعاء طبعا المستمر وكده بيقويكي. وانا تاني بقول رغم ان انت رقيقه جدا جدا بس انا متاكده ان انت قويه جدا 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 طول الحمد عمرك كده، لله. ولا ازددتي بقى قوه بعد لا انا زدت قوة قريب يعني الفترة اللي هي اللي هو لغاية ما وصلت للي انا فيه حاليا، لان كان في تغيير في الشكل، كان في خسسان وتخنان ومش عارفة ايه. وبصراحة برضو اللي وقف جنبي جدا وكان معايا في كل خطوة كان اخويا، كان محمد. فلو انا النهاردة عندي ثقة في نفسي فهو السبب. عايزة اقول مستنيينك تكلميني تقولي لي ان محمد كلمك بعد الحلقة على طول بعد ما يسمع؟ لا ما تعيليش هيكلمني، لا هو زعلان هيكلمك. مني. نتراهن نتراهن نتراهن. انتوا كان المفروض تكلموا محمد على فكرة على الهوا، بس يعني هعديها. يا ماشي ان شاء الله يكلمك وتتصالحوا ثانك يو وربنا يخليكم لبعض، ميرسي. لانه في الازمات دي كلها مفيش اقرب من الاخوات، ربنا هم في طبعا الاخر اللي بيكونوا حوالينا طبعا وهم في طبعا الاخر اللي بيبقوا يعني هم طبعا عيلتنا. طبعا بشكرك يا حورية، يا حبيبة قلبي، والمرة ميرسي الجاية أنا قوي عايزة قوي أشوفك بقى على الشاشة بتشتغلي. والله. لو جالي والله مش هقول لا، بس هو يجي. إن شاء الله هيجيلك أعمال كتير وتشتغلي ربنا وتفرحي يخليك، وتتبسطي، وربنا يعوضك عن كل التعب والحاجات ربنا اللي أنت عديتي يخليك بيها، يا رب. إنك دايما تكوني مبسوطة يا رب. ميرسي يا حبيبة قلبي، كل سنة وانت طيبة، أنت وميرسي طيبة قوي قوي على اهتمامك من سنتين لحد النهاردة. حبيبتي. بجد ثانك يو سو ماتش، ميرسي قوي 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 لدي ام سي. مش عارفة اقول لكم انتوا عملتوا شرفتيني فيا ايه. حبيبتي يا حورية، شرفتيني ثانك يا يو مهاب، حبيبتي، ثانك بشكرك. يو.